ابو رزاق يا كباتن ما في شيء اليوم. امس متكلم عليهم ثاني يجيبون لك حلقه. والله ابو رزاق يا اخي شوف صوتك الشجي هذا الله يعز لك حساد الظاهر بعد الحمد لله من نفس البرنامج. اه والله حسودين مسودين مسودين. انا ما نشد ترى. بس انت لا تلتفت. ما نشد ترى بس بعض المرات كذا تجيني طربه وانشد بالله عليك كذا ولا انا ما ابد كاره. الو 82 مره قايلها شرطه ثلاث فار تاخذ بزيق. هي واحده ثانيه ذي اللي اقولها انا ثانيه بس ايه. انا تعرف عندي سلك انا وبالدرعان فيمد لي هو وانا على طول. الله يسلمك الله يسلمك. اسمع يا سعيد يا سعيد يا سعيد ابو صالح ابو صالح بيجيبون لنا حلا ولا شلون؟ والله يا اخي انت انت اخر واحده يا اخي. التموين التموين بدا ينقص ليه؟ انت نفس إيه؟ نفس فتره رمضان والله. اول شيء تجيك ما تقط معنا وقعيطين جلده ما 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 طلع الريال. انا اشهد من ايام الاستراحه وانت قعيطين جلده يا ابو رزيقه. اقول لك لا تحتي ايام تمر ومويه. لا تحتي يا ابو رزيقه بالكرم والطيب والسوالف هذه ونبي ونبي. الحمد لله ما كنت معاكم في الاستراحه هذه. أفا أفا بس أفا كنت بسوي ذي الحركة. أول شيء ما تشوف شر يا أبو صالح ولا يجيك مفلوع في راسك خير يا أبوي. أول واحد يقطانا أول واحد يعطيانا مأكلكم ومديكم وجايب لكم والأمور كلها خلوني أكرم في حياتي وأنا حي. كفو وإن مت محدر ما أدري جثتي من دفنها. ولد كريم هذا مزيقة ولا يردد الا قصايد الكرم. لا اله الا الله. الله شوف حتى من الكرم شوف مدبل القميص. قهوه اترك القهوه يا ابن اترك القهوه. اقول ترى في خبر يعجبك. وشو؟ اعضاء الاستراحه اي قررنا ايه نسافر. الله هذا الخبر اللي يسعد. شفت شلون؟ هذا الخبر اللي هذا الكلام شوف يفرح. هذا الكلام علم الكرم يخليه بور. بس علمه في شرط. ايه في شرط. لا يوافق عليه. لا لا فيت. لا ابو رزيقه هذا كريم سبله هذا. عفا عليك. عليك. نعم. قهوه اترك القهوه. قبل لا تركب السياره قطتك الله يعافيك. بدينا. قام من جوع. ما وجبك بعد؟ كهرب. ليه وش هو كهرب؟ ما سددت؟ وحنا بيوتنا على الطاقه الشمسيه حنا. مثلك نسدد حنا. اترك الاسلس هذه ما تصلح يا ابو زيد. عادتك ما تخليها. اي والله يا اخي قط مع اخوياك تبي تسافر بلاش يعني. زين كمل قطه زين. قطه كل انك كم قطه يزيد؟ 1005 1005 كم؟ 1005 هلا هلا الكفر جايك جايك الكفر جايك تعال. هذه عاد ها لا عاد والله العظيم سواليف سودوها والله سواليف. هذا ايام اول ايام الحين ايام التجاره وايام العز. اي الحين احنا خلاص الحين في شارع عندنا محلات وعندنا امور. اليوم ما تقولون تم تم ان عشاكم علي تم. نقول ولا ما نقول؟ ما تقولون تم ان عشاكم علي. في حكمه في حكمه حلوه يقول اهل الكرم تدوم فضائلهم لو انها حالتهم ما هي كويسه يوم الخميس. اي عاد صغوها ابو صالح يوم الخميس لما سواليف في الاستراحه. شوف شوف يعني كريم كريم سواء طفران ولا مغتني. العجيب مره يوم الخميس ان شاء الله. مره يوم الخميس وان شاء الله نداوي هذا المثل. شوف موضوعك ان شاء الله. شوف موضوعك ان شاء الله ونداويه. اقول شباب ما عجبته دامت فضائلهم الاصل غلاب. مره يوم الخميس العجيب. مره يوم الخميس العجيب انه برزيقه كل القصايد اللي يقوله قصايد كرم. خلوني اكرم شلون خلوا شوف شوف حجانا اكرم.